نتحول سريعا إلى هذا المؤتمر للمرشح الجمهوري دونالد ترامب كما نتابع على الشاشة في إطار حملته الانتخابية. Thank you very much. Wow. Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, وبصراحة هذه أعظم حركة سياسية في التاريخ. هذه البلاد لم تشهد لها مثيلا من قبل، والآن ستصل إلى مستوى جديد من الأهمية، لأننا سنساعد بلادنا على الشفاء. لدينا دولة بحاجة إلى المساعدة وبحاجة إلى بشكل ماسي للمساعدة. سنصلح حدودنا وسنصلح كل شيء في بلادنا. لقد حققنا معلومة تاريخيا الليلة، وهنالك سبب. لقد تجاوزنا المعوقات التي لم يتوقع أحد أننا نستطيع ذلك، والآن بات جليا أننا حققنا أروع إنجاز سياسي. انظر ما حصل. بلادنا كان لم ترى شيئا مماثلا له، وأشكر الشعب الأمريكي لانتخاب الرئيس 47. وكل مواطن سأكافح من أجلك ومن أجل أسرتك ومن أجل مستقبلك. في كل يوم سأكافح من أجلك بكل نفس فيه. لن أستريح حتى أرى أمريكا تتمتع بالرخاء والسلامة، لأنها تستحق هذا. سيكون هذا العصر الذهبي لأمريكا. هذا نصر رائع للشعب الأمريكي، وسيسمح لنا أن نجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. والولايات المتأرجحة نورث كارولينا أحبهم كثيرا، وجورجيا وبنسلفانيا وويسكونسن. الآن فزنا في ميشيغان وأريزونا ونيفادا وألاسكا، سنحصل على الأقل على 350 صوتا في المجمع الانتخابي. ولكن من السهل أن نفعل ما فعلته الشبكات أو أيا كان ما تسمونه، لأنه لم يكن هناك طريق آخر. لم يكن هناك أمامنا طريق آخر للفوز. كما فزنا بالتصويت الشعبي، وهذا شيء رائع أيضا. أشكركم.
أشكركم شكرا جزيلا. لقد فزنا بالتصويت الشعبي وهذا شيء لطيف. صدقوني لقد شعرت بالحب الشديد، لقد شعرت بالمودة في هذه الغرفة، القاعة الكبيرة. هناك أشخاص رائعون وقفوا إلى جانب هؤلاء الأشخاص، كانوا رائعين وقد ساروا معي طوال الرحلة، وسوف نجعلكم سعداء وسوف نجعلكم فخورين بتصويتكم. وأتمنى أن تنظروا إلى الخلف في يوم ما وتقولوا كانت هذه لحظة رائعة في حياتي حين صوتت لهؤلاء الناس إلى جانب الرئيس، هؤلاء تلك المجموعة الرائعة. أمريكا أعطتنا واجبا غير مسبوق، لقد سيطرنا على مجلس الشيوخ مرة أخرى، ومجلس الشيوخ في مونتانا ونيفادا وتكساس وأوهايو وميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا الرائعة العظيمة. لقد فزنا بسبب الحركة الضخمة التي قمتم بها، وفي كل هذه الحالات عملنا مع مجلس أعضاء مجلس الشيوخ. لقد كان عدد الفوز في مجلس الشيوخ رائع، لقد قمنا بتجمعات انتخابية وأحيانا كنا نقوم باثنين أو ثلاثة. أود أن أشكركم شكرا جزيلا على هذا. لديكم أعضاء مجلس الشيوخ جدد رائعين، وأيضا سوف نهيمن على مجلس النواب. أريد أن أشكر مارك جونسون لأنه قام بعمل رائع. أريد أن أشكر زوجتي الجميلة ميلانيا. ما لديها أفضل الكتب مبيعا في البلاد؟ أتصدقون هذا؟ الآن لقد قامت بعمل رائع واجتهدت كثيرا كي تساعد الناس، لذا أريد أن أشكرها كما أود أن أشكر أسرتي كلها وأطفالي الرائعين. إنهم أطفال رائعون بالفعل، ونحن جميعا نعتقد أن أطفالنا رائعون، جميعنا نعتقد ذلك، وهذا شيء جيد حين نفكر فيه. ولكن دون وإيفانكا وتيفاني وبارون ولارا وكيمبرلي ومايكل، أشكركم جميعا، يا لكم من أطفال رائعين. ميلانيا والدة ميلانيا أماليا، نحن نفتقدها كثيرا كما نفتقد والدها أيضا. لكانت ميلانيا لا تكون سعيدة إذا ما وقفت على هذه المنصة، كانت ستفخر بنا، كانت امرأة رائعة وعظيمة، كانت جميلة من الداخل الجوهر والمظهر. أريد أن أكون أول من يهنئ نائب الرئيس المنتخب العظيم لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وهو وزوجته المميزة والجميلة أوشاباز. And he is a feisty guy, isn't he? هو شخص قوي، أليس كذلك؟ Go into the enemy camp. يذهب إلى معسكر الأعداء. تعرفون أن معسكر الأعداء هو بعض الشبكات. البعض يقول يجب علينا أن نفعل هذا، فيقول MSDNC. حسناً. أيهم CNN. ما زال هو الشخص الوحيد الذي ينتظر على هذا. Say a couple of words. قل بعض الكلمات. ألقي كلمة. حسناً.
سيدي الرئيس، أنا ممتن لك لجعلي أنضم إليك في هذه الفرصة الرائعة، وأنك وثقت بي. أظن أننا انتصرنا في هذه المنافسة الشرسة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. وتحت قيادة ترامب لن نتوقف عن الكفاح من أجلكم، من أجل أحلامكم، ومن أجل مستقبل أبنائكم. بعد عودة أعظم عودة للرئيس في تاريخ الولايات المتحدة، سنقوم بأعظم عودة للصناعة أيضا تحت قيادة دونالد ترامب. أشكركم شكرا جزيلا. لقد كان اختيارا رائعا. كنت مترددا قليلا في البداية، ولكنه كنت أعرف أن عقليته عبقرية. أنا أحب أسرته أيضا، وستكون أمامنا 4 سنوات رائعة، وسنجعل من بلادنا مميزة. يجب علينا أن نجعل بلادنا عظيمة، فهي بلد عظيمة، وهي ربما أعظم دولة في العالم بأصوات. والآن سنعمل بجد حتى نستعيد هذه العظمة. سنبذل أقصى جهد ونجعلها أفضل مما كانت. لقد كانت الأمور تتدهور بشكل سريع. علينا أن نغلق تلك الحدود ونوقف هؤلاء الذين يتوافدون على بلادنا. نريد لهم أن يأتوا، ولكن علينا أن نجعلهم يعودوا إلينا بشكل قانوني وشرعي. دعوني أيضا أعبر عن امتناني الشديد لسوزي وكريستوف. لقد قمت بشيء رائع. سوزي تعالي إلى هنا، تعالي إلى هنا يا كريس. كريس، تعالي إلى هنا، تعال إلى هنا. سوزي تحب أن تبقى في الكواليس. كان هذا غير متوقع، ولكني أريد أن أشكر الرئيس ترامب على هذه الرحلة التي كانت رائعة. لقد كان مرشحا رائعا، وكان رئيسا 47 عظيما، وهذا الفريق الذي نحظى به هو فريق رائع، وحتى سوزي والاس مديرتي هي الأفضل. أشكركم، أشكركم، وأشكرك يا سوزي. انظروا إليها، إنها خجلة، لم أرها خجولة من قبل. سوزي إنهم رائعون، كل من يقفون على المنصة رائع ومميز. ولكن من تقول؟ دعني أقول لك أن لدينا نجم جديد، إيلان. نعم، إنه رائع. وجلسنا اليوم معا، ومنذ أسابيع في فيلادلفيا وفي بعض أجزاء بنسلفانيا كي نقوم بحمله. منذ أسبوعين وقد حركنا الصخرة ورأيتها وهي تتدحرج، وأنارت لنا هذا الضوء الساطع حين نزلت. وكانت كنت أقول ماذا حدث لطلائك؟ قال لا يمكن للطلاء أن يتحمل هذه الحرارة. ثم رأيتها تحرق. تبدو أصغر من هذا، ولكنها على الحقيقة كبيرة، وظلت تتدحرج وتتدحرج وتنزل. ونرى هذه النيران تحترق. وقال لي أن إيلان يفعل هذا، وأخبرته القصة بالأمس في مكالمة هاتفية. كنت أتحدث مع شخص هام للغاية، وهو شخص من أهم الأشخاص في البلاد. كنت رئيساً، والآن يبدو أنني ربما سأكون رئيساً مرة أخرى.
لأنك كي تكون رئيسا مرة أخرى أمسكت بالهاتف ورأيت هذه النار تتحرك وتقع وقلت اسمعي معروفا هل أوقفت هذه اللحظات؟ ظننت أنني في عصر فضاء أو شيء كهذا، ثم وضعت سماعة الهاتف ولم أحمله مرة أخرى على مدار 45 دقيقة، ثم اكتشفت أنها سفينة فضاء تهبط، ورأيت النيران تخرج من الجانب الأيسر ثم هبطت بشكل لطيف، ثم أخرجت أذرعها وحضنتني كما احتضنتموني أنتم الليلة، وكان شيئا جميلا. وقد اتصلت بإيلان وقلت له: إيلان أهذا أنت؟ قال: نعم كنت أنا من فعل هذا. فقلت له: أي يمكن لأحد آخر أن يفعله، روسيا أو الصين؟ لا، أي يمكن للولايات المتحدة أن تفعلها بدونك؟ قال: لا يمكن لأحد أن يفعله. فقلت: لهذا أحبك يا إيلان. وكذلك كان لدينا إعصار المأساوي والذي ضرب نورث كارولاينا وأحدث دمارا كبيرا، كان أكبر إعصار مائي رأيناه في حياتنا، وكان الخطر محدقا، وكان أهالي نورث كارولاينا يقولون لي: أي من الممكن أن تتحدث إلى إيلون ماسك؟ لأننا نحتاج ستارلينك. فقلت لهم: ما هو ستارلينك؟ فقالوا: إنه وسيلة للاتصال. فاتصلت بإيلون ماسك ولم يكونوا لديهم أي وسائل للاتصال، فالماء غرقتهم. إيلون ماسك، قلت له: لديك شيء يسمى ستارلينك، ما هذا؟ فقال لي: إنه نظام اتصال جيد للغاية. فقلت له: يا إيلون، إنهم يحتاجون إليه بشكل كبير في نورث كارولاينا. فأخذ جلبه إلى هناك بسرعة شديدة، وكان هذا رائعا، وقد أنقذ الأرواح كثيرة بهذا. ولكنه شخص مميز، شخص عبقري، يجب أن نحمي العباقرة من بيننا، فليس لدينا الكثير منهم، يجب علينا أن نحمي تلك العقول. الآن لدي الفرصة، لقد طال التصويت إلى حد ما. ديشامبو هنا أظن، أليس كذلك؟ أين هو؟ برايسون. إنه في الطريق إلى هنا. برايسون. انظروا إليه. لديه مسار مهني رائع، ولدينا أيضا ماندانا وايت، وهو شخص قوي. دينا كما رأيتم أتى إليها وطلب مني إذن أعطيه مارية، وفكرت قليلا ثم قلت له: هذا هو أصعب شخص يمكنني أن أتعامل معه، لكنني أحببته، وهو شخص لديه دافع قوي، they really go at it and it's become one of the most successful sports enterprises anywhere at any time I'd like to ask Danny just to say a couple of words في اي مكان. اريد ان اقول بعض الكلمات، اريد منه ان يقول بعض الكلمات لان البعض يحب ان يستمع اليه. Nobody deserves this more than him. لا أحد يستحق هذا أكثر من أسرته. هذا ما يحدث حين تأتي وراكم الآلة، ما رأيناه خلال السنوات الماضية، هذا ما يبدو عليه الأمر. لا يستسلم، هو أكثر شخص يعمل ومرن في رأيته في حياتي. هو يستحق هذا، هو يستحق هذا، هو وأسرته. أريد أن أشكر من لم يستسلم إلى راس وفي الفون، وأخيرا وليس آخرا
جون روغان القوي العظيم. أشكرك يا أمريكا، أشكرك. ليلى هانئة. إنه تحفتنا، إنه رائع، هو شخص رائع. ولكنني أود أن أشكر أيضا ملايين من العاملين الأمريكيين الذين عملوا بجد على في أرجاء البلاد، وكانوا هم جوهر هذه الحركة الرائعة. لقد مررنا بالكثير معا، واليوم ظهرتم للتصويت بأعداد غير مسبوقة. كان هذا شيئا مميزا، وسوف نرد لكم الجميل. سوف نقوم بأداء رائع، سنقدم أفضل ما لدينا. يجب أن نستعيد الأمور بسرعة شديدة، سنفعل هذا بكل طريقة ممكنة. هناك الكثير من الطرق، وسأتذكر هذا اليوم بأنه اليوم الذي استعاد فيه الشعب الأمريكي السيطرة على بلاده مرة أخرى. لذا أريد أن أقول نيابة عن هذا الفريق الرائع الذي عمل بجد، الفريق مثل روبرت كينيدي جونيور، وسوف يساعد في أن تستعيد أمريكا صحتها مرة أخرى وعافيتها. وهو شخص رائع وهو يريد أن يقوم بأشياء، سنمكنه من هذا. لكن بوبي، اترك النفط لي، لدينا ذهب سائل، الذهب الغاز السائل أكثر من روسيا وأكثر من المملكة العربية السعودية. أرجوك ابتعد عن الذهب السائل، وفيما عدا ذلك افعل ما تريد يا بوبي. سوف نرد الجميل، وسوف ندفع ديوننا ونخفض الضرائب. لن يقوم أحد غيرنا بهذا، ليس لدى الصين ما لدينا، لا أحد لديه ما لدينا. لدينا أعظم شعب على وجه الأرض، ربما هذا هو أكثر وأهم شيء. هذه الحملة كانت تاريخية في نواحي عدة، كان فيها ائتلاف، أكبر ائتلاف لم أرى مثيلا له من قبل في تاريخ أمريكا، من الشباب السيدات والرجال والريفيين والحضريين. وحين تفكرون وحين أنظر إلى هذا الأمر، أرى أنه تحليل رائع لهؤلاء الذين سندونا وأيدونا. لقد أتوا من كل أنحاء البلاد، سواء من اللاتين أو الهسبان أو الأفريقان أو العرب الأمريكيين أو المسلمين الأمريكيين، كلهم كانوا معنا، وكان أمرا جميلا، وكان أمرا تاريخيا، اتحاد تاريخي من جميع الخلفيات، لأن هذا هو المنطق. تعرفون أننا الحزب الذي يتحلى بالمنطق. سيكون لدينا حدود، ونريد أن يكون لدينا سلام، نريد أن يكون لدينا تعليم، نريد أن نكون أقوياء وأن يكون جيشنا قويا. ولم يكن لدينا حروب على مدار 4 سنوات، غير أننا هزمنا داعش في وقت قياسي، لكننا لم نخوض أي حروب. لن أبدأ الحروب، ولكنني سأخمدها وأوقفها. سنسعى للديمقراطية والحرية، سوف نفتح مكنونات أمريكا وننظر إلى مستقبل شعبنا. بالأمس في آخر محطة في حملاتنا، أظن أننا قمنا ب900 تجمع انتخابي خلال هذه الحملة، أو 901 شيء كهذا. الكثير من التجمعات الانتخابية، والكثيرون كانوا حزينين لأنها كان التجمع الأخير لنا بالأمس. لكن هذه التجمعات هي ما جعلتنا في هذا الموقف، حيث يمكننا أن نساعد بلادنا وأن نجعلها أفضل مما كانت من قبل. أقول إن الكثيرين قالوا لي أن الله جعلني أعيش لسبب ما.
وهذا السبب هو أن أنقذ بلادنا وأن أستعيد عظمة أمريكا. والآن سنقوم بهذه المهمة سويا، سنقوم بهذه المهمة. والاختبار الذي أمامنا ليس اختبارا سهلا، ولكنني سأبذل كل جهدي وأناضل بكل أعماقي لأنكم وفقتم فيه، وهذا شيء رائع. وليست هناك وظيفة مثل هذه الوظيفة، فهذه الوظيفة الأهم في العالم أجمع. لقد قمت وقدمت ولايتي الأولى، وكانت لدينا ولاية رئاسية رائعة، وكنت أحكم بشعار بسيط: ما تقطعه على نفسك من عهود يجب أن تفي به. لا شيء سيوقفني من أن أفي بوعودي لكم كي أجعل أمريكا قوية وتتمتع بالرخاء والحرية مرة أخرى، ولكم أن تنضموا إلي في هذا العمل النبيل. يجب علينا أن ننحي الشقاق الذي كان بيننا على 4 سنوات جانبا، وعلينا أن نحاول ونحاول، وسيحدث هذا. فالنجاح يجمعنا ويوحدنا سويا. لقد رأيت هذا من قبل، رأيت هذا في الولاية الرئاسية الأولى حين أصبحنا أكثر نجاحا، بدأ الأشخاص يتحدون. النجاح سيوحدنا، وسوف نبدأ بوضع الأولوية لبلادنا، وضع مصلحة شعبنا وبلادنا أولا، لكن بعد أن نصلحها، لأننا معا يمكننا بحق أن نستعيد عظمة أمريكا لكل الأمريكيين. لهذا أقول لكم كم هذا مشرف لي. أريد أن أشكركم ولن أخذلكم، وسيكون مستقبل أمريكا أفضل، حدود أفضل وأقوى وأكثر أمنا مما قبل. بارككم الله وبارك الله أمريكا. أشكركم شكرا جزيلا.